أصدقائي أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة جدا، حلقة ليها طعم، وطعمنا النهاردة هيكون من مطعم بدوية. وحلقتنا النهاردة هتدور حول بدوية، أصل المشويات والأكلات العربية. ازيك يا عبير؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ أخبارك ايه؟ أنا مبسوطة جدا 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 النهاردة، وطبعا المهندسة ناد علي معايا سبب فرحتي وسبب انبساطي، وأنا جاية النهاردة ما فطرتش، انا عامله حسابي بصراحه اليوم النهارده يوم غدا على طول، مفيش فطار. طيب بنرحب النهارده بالمهندسه ناهد علي، رئيس مجلس اداره قريه بدويه. شفتوا الاعلان اللي فات؟ شفتوا قد ايه الطعامه والاكل وجوده الاكل بتاعهم والملوخيه وهي بتتعمل. بنرحب كمان بالشيف مجدي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. والشيف محمد، النهارده بقى عايزين كده، يعني احنا شايفين الدخان ابتدى اهو والشغل ابتدى، فعايزين نعرف احنا هنعمل ايه. هنعمل ان شاء الله الملوخيه حاجه قلت عليها ديت، وقت الساده المشاهدين ليها. وهنعمل مكرونه بشاميل، هنعمل طاجن مسقعه، هنعمل حمام، هنعمل بط، هنعمل محاشي، معانا ممبار، هنعمل ممبار ونعمل ورق عنب ومحشي مشكل. ونخلي لهم مفاجاه بقى، مش لازم تقول على كل حاجه يعني. خلي لهم الاكل مستوي مفاجاه يعني. خلاص يعني انت اشتغل وانا جوعت شويه. يلا انا جوعت. انا جوعت. هنقعد نعمل حوار جيد كده مع باشمهندسه ونرجع لك ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. تحت امرك. تمام يا باشمهندسه، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. وكل اللي بيشوف الاعلان وفريق العمل بالكامل كانوا عايزين ينقلوا كلهم يروحوا على بدويه. النهارده جبنا لهم احنا لو بدويه جبنا بدويه طبعا شيفات وجبنا كل حاجه وجينا بقى. ونتمنى طبعا ناكل اكل بقى ايه جامد، طبعا اكله لا يعلى عليه. بس سؤال سريع كده، عامله لنا حاجه خاصه بدويه بقى، يعني اكل معين مشهور؟ بصي، هو اي حد بيجي عندنا المطعم بصراحه بيقولوا الملوخيه بتاعتكم يعني ما اكلت زيها، ماما ما بتعملش زيها، ملوخيتكم احلى من ملوخيه ماما. ما شاء الله. ده يعني الحمد لله. لا لا الحمد لله. في الشهقه بقى العالميه. طبعا عندنا شيفات مخصوصين يعني ما شاء الله عليهم. لا ما شاء الله عليهم. كل حاجه بتبقى معموله مظبوطه، بملح مظبوط، مذاق مظبوط. لا كل حاجه أكيد. الحمد لله. سيد بدويه هو اصلا اللي خلانا نتشرف بحضرتك وتبقي معانا هنا، يعني الست لا يعلى عليه. نبتدي باهم حاجه انا شفتها في بدويه لما رحت، الديكورات اللي موجوده في بدويه. يعني دي مهمه جدا ولافته جميله ونحب نتكلم عنها. طبعا بص، هو كل حته يعني كل اريا انا عملتها في المطعم ليها حاجة حلوة عندي قوي. تمام. وتخيلت فيها حاجات حلوة برضو لو انا قاعدة في بيت مثلا بسيط جدا، بيت بدوي، عشان الاكل الاورجانيك بتاعنا، الاورينتال، الاكل بتاعنا كمان لازم تقعد في مكان مستريح. تمام. انا بيجيلي الكلاينت بتوعي لما بيجوا بيفضلوا قاعدين، لو اقول لك ساعتين ثلاثة أربعة مش عايزين يمشوا، يعني هم قاعدين اكلوا حلوا قاعدين بيقضوا سهرتهم. جميل. فالمكان الحمد لله رب العالمين، توفيق من ربنا، مريح. حلو. مريح يعني عارفه على الوجوه تبان يعني ربنا يخليك. يا حبيبتي، بمناسبه المكان بقى، هل في مطعم بدويه في يعني في كل ركنه عامله حضرتك اركان معينه، مثلا لو في شباب وركن تاني هادي، مثلا لو في اعمال او رجال اعمال، هل ده موجود؟ حقيقه عندنا عشان برضو الجمهور يعرف ويبقى في اي بي، عندنا مكان مختص مقفول تقعدي فيه، ميتنج، عندك عيد ميلاد، عندك عقيقه، عندك اي حاجه بتعمليها كانك بعيد عن المطعم خالص. تمام. مستقل. والاريا عندي بقى الكبيره اللي كله بيحب يقعد فيها دي بقى، يعني قعده الشباب كله بيحب يقعد فيها. انا هاجي لك. انا شباب. وما ننساش قعده ممتعه، يعني قعده لذيذه حلوه، كله بقى بياخد المنيو. واللي معانا لازم يجربه. الاستاذ محمد جرب وبيشكر بصراحه جامد جدا. وما ننساش كمان القعده، الركن البدوي. الركن البدوي. أيوة. طبعا. في عندي اريا بقى فيها الشباك، يعني تقعدي كانك انت قاعده في مشربيه، في شباك، انت قاعده بتبصي، انت مش قاعده في مطعم، انا قاعده في بيت.
يعني حضرتك كلمه مطعم بدويه مش متاخد مجرد لفظ، لا ده موجود اوريدي. كملي بقى الوصف بناء على كده. عبير انا عايز اقول لك كمان ان انت تروحي كانك في قريه. ما انا بقول يعني مش اسم فيها بس كل فيها كل اريا واخده انطباع جواها موجود نفس. وده بيبان في اول الاعلان كمان، الركن البدوي بيبان في الاعلان، لو حد ركز بيبان في الاعلان. ده حقيقي. طب ركز. والحقيقه كل اللي بيجي عندنا بيحب ياخد صور بقى يعني في القعده البدوي، عندنا اللبس البدوي هل في اكلات بقى بدويه موجود زي طبعاً. ايه؟ طبعا انا اسيب بقى موضوع الاكلات ده يتكلم فيها تمام محمد او الشيف مجدي، لان هم بصراحه يعني عارفه في حاجات كتير جدا جدا عندنا. عندنا الموزه موزة عندنا الأوزي دي يعني خطيرة. عارفة أنا مش قادر أتكلم، إحنا بنجوع دي خطيرة يعني دوت. أنا بتكلم كتير على فكرة عشان الريحة، لا الريحة دخلت فبحاول ألهي نفسي يعني. طيب لو مشاهدينا اللي بيشوفونا عايزين يروحوا قرية بدوية يعني إحنا موجودين في سيتي ستارز في الدور الرابع، والحمد لله رب العالمين. حتى لو انت طالع ومش عارف المكان، اي حد فين قريه بدويه كل المول عارف المكان. طبعا. فالحمد لله رب العالمين. الكل اللي بيجي لنا يعني الكلاينتس بتوعنا لا مو يعني دائمين، اللي بيجي مره خلاص عارف ان ده مطعمه الغداء العشاء اكيد بيلاقي يعني استقبال رائع يعني الحقيقه. الحمد لله ربنا كرمني في الحلقه اللي فاتت. ربنا كريم بصف يعني هايل. بسم الله ما شاء الله، ابتسامه دايما في وش العميل. فين ما تبقي قاعده طلباتك الحمد لله ما فيش يعني. كل انا عندي الستاف بتاعي لكل اريا ليهم اثنين من الستاف موجودين، دول مسؤولين عن الكام ترابيزه الموجودين، ما بيروحوش في اي مكان، فكل اريا ليها الستاف بتاعها ليها على طول يعني طلب موجود في السنه بالظبط. بمناسبه والكباتن الكباتن كمان الكباتن بتوعهم كمان ليهم الليدر بتاعهم واقفين حاجه خاصه، كل واحد كل الترابيزه لها كانك انت قاعده يعني كل طلباتك اوامر. شبيك لبيك انت نص الساحل طبعا. انا هاجي لكم مفيش كلام. لا جاوبت على اللي انا كنت اقوله. بس احنا في الحلقه اللي فاتت كنا سالنا سؤال، ايه لما بتخش قريه بدويه او بتروح بدويه في ترحاب في المقابله بتقدمها دي حاجتي دي بقى ايه يعني خاصه يعني موجوده دي بقى يعني اكتر حاجه مفضله عندي تمام التمر والقهوه العربي. دي كانت اجابتنا يعني دي حاجه اللي يخش كده اللي انا هاخد الفري ورا وانت خارجه يعني انا عندي معروف الناس قبل ما تاكل التمر وهي خارجه يحلوا ويروحوا الله. يعني جميل. بمناسبه التحليه بقى والفري والكلام ده برضو عايزين ندي خلفيه بسيطه كده سريعه عن الاسعار. الاسعار متناول الجميع ولا يعني في الوسط ولا فيه وفي؟ لا بص انا عندي الاسعار الحمد لله رب العالمين. عندي كان كلاينت بتيجي يجي يقعد فما بيصدقش الاسعار، بيبص يقول لي انت عامله عروض، اقول له لا والله، يقول لي لا مش ممكن بالجوده دي والاسعار دي. ما شاء الله يعني طبعا. الحمد لله رب العالمين، ده توفيق من ربنا الحمد لله رب العالمين. بالنسبه لاماكن كتير جدا احنا اسعارنا يعتبر في متناول الجميع الحمد لله رب العالمين. ربنا ان شاء الله يوفقنا نفضل دايما خدمه عملائنا وبنفس الجوده. طيب لو في حد عايز مش عايز يروح المكان بس عايز الاكل من مكان دليفري يعني؟ دليفري بتاعنا على 15407 ده الرقم بتاعنا نقوله تاني؟ الخط الساخن وده على فكره عايزه ادي برضو ملحوظه ان ده بنفس الدقيقه العاديه، بنفس الدقيقه قيمة الدقيقه العاديه تمام. دي يعني الرقم التاني معلش 15407 كويس 15407 بنفس سعر الدقيقه العاديه يعني عشان في ناس كتير ما بتحبش تتكلم على لا انا عايز اقول ان ممكن يكونوا خايفين انه يكون بسعر اكبر من السعر، لكن لما بنوضح ده فانت ممكن تتصل ويجي لك بسرعه. يعني الشباب بمصروفهم ممكن يجوا وسبعة تمام 15407 ده الرقم بتاعنا.
العزومات، اعياد الميلاد، ديليفري، عقيقه. اعياد الميلاد بقى بمناسبتها كده اخطفها بالنص عشان حضرتك عارفه ان في ناس بتحب اعياد ميلاد كتير. ممكن تقولي لنا امير كل سنه طيبه؟ كان عيد ميلادك امبارح. هو انت انا مستني حد يقول ايه؟ وانتم طيبين والصحه. وبمناسبه بقى انت قلت كده فاسمحوا لي اقول لكل اللي قالوا لي كل سنه وانا طيبه وهم طيبين وبخير دايما يا رب، ويكونوا السنه الجايه معايا وانتوا معايا، ونكون بقى عاملينه في قريه بدويه على اثار بدويه. نورينا. تسلميلي تسلميلي، والسنه الجايه باذن الله يا رب احتفل بيه وانتوا تحتفلوا معايا ويكون من غير كورونا، كل ويكون حاجه تبقى احسن احسن من دلوقتي كمان. نتكلم على الاجراءات الاحترازيه في بمناسبه كورونا والاجراءات الاحترازيه اللي عاملاه قريه بدويه. احنا عندنا يعني اول ما تدخل من المطعم عندك الكحول موجود على باب المطعم في بدايه دخولك، وانت داخل في كل اريا موجوده فيها الكحول بتاعها، والصف عندي كله جلافزات وكله كمامات، كله مستعدين تماما. الترابيزات كل 10 دقائق بتتطهر، كل عميل بيجي وبيمشي بيلاقي الترابيزه نظيفه وريحتها حلوه وجميله. لا عندي الحمد لله رب العالمين. لا 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 الوقايه الحمد لله تمام. عبير شايفه شيف مجدي، تعالوا نشوف شيف مجدي ايه الاخبار. انا اجي لكم لا مش دلوقتي. لا انا جوعت، انا عايز شيف مجدي ايه الاخبار قول لي. احنا شغالين اهوت، احنا جهزنا الممبار، جهزنا الحمام، جهزنا المكرونه البشاميل. انا في الكنترول كلهم عايزين يجوا، يعني نعمل ايه بس؟ يقدروا يتفضلوا ياخدوا الجاهز دلوقتي. طيب على ما تخلصوا لنا حاجه كده برضو نرجع نتكلم ونكمل كلامنا. اتفضل. تسلم ايدك يا شيف مجدي، ربنا يحفظك يا فندم. والله مش عايز اساليهم في اي حاجه. والله بحاول ان انا اسرق منهم سر الخلطات، ما بيرضوش يدوني خالص. طبعا طبعا بحاول اغش منهم كده اي حاجه، بس يلا يعني مش مشكله باكل بقى. حلو حلو. البط طلع والكلام جامد، وزي ما احنا شايفين كده الموضوع كبير. طيب بمناسبه الملوخيه اللي هتتعمل النهارده، شيف مجدي او شيف محمد اللي فاضي يرد لنا. اتفضل يا فندم. ايه الحاجه اللي ممكن نعملها او نحطها في الخلطه تكون جديده وتدي طعم اللي هو طبعا بناكله كده وبيبقى كده؟ حضرتك كده دخلتي كده في اسرار ال اما لازم بقى لازم ندي حته سر للجمهور يعني عشان يبقى معانا ده كلام. انا هختار احنا بنعمل الملوخيه عشان تبقى مميزه قوي. تمام. احنا بنعملها ببيونات طبيعيه كلها. بناخد بيون الدجاج، بناخد بيون الحمام بتاعنا، بنعمل ميكس من البيونات مع الخلطه بتاعتنا اللي رشه ثوم وكزبره. تمام. في خلطه قلي خاصه بينا برضك، تركيبه كده هو بتاعتنا احنا. مش هينفع نعرفها. طب بعد الكاميرا يا جماعه معلش انا هعرفها واقوله لكم. كل الكلام ده كده هو بيبقى الميكس، يعني بيون الميكس اللي هو الخليط بين البيونات. تمام. ومع خلطه القلي الطشه والملوخيه طبعا بتبقى تستاهل في الاخر جميل ومرضي. يعني طعم الملوخيه بيبقى يعني طبعا كل حاجه لها اختلافها، بس هل لما بنحط الجمبري جوه الملوخيه بيبقى طعمها حلو ولا الافضل انها تبقى كده؟ هي اذواق يعني. ما انا لسه ايوه بس اني تحس اني احسن يعني. لا هي كده طبيعيه كده افضل يعني طبعًا. انا بحبها طبيعيه كده افضل يعني. تمام. انا عن نفسي يعني. نرجع تاني. احنا عايزين نتكلم كلام كتير ونتكلم. عايزين نقول المواعيد الخاصه بقريه بدويه علشان موجوده في مكان وفي سيتي ستارز. طبعا هو المول عاده بيفتح من الساعه 10 المول. احنا المطعم بتاعنا متواجدين من الساعه 10 بس اوريدي بنستقبل من الساعه 12. تمام. ل 12 بالليل. 12 الظهر. 12 الظهر ل 12 بالليل. تمام. هل بيبقى في ازدحام؟ فالافضل ان قبل ما حد يجي ويكون طبعا عارف المطعم واتعامل فيه يحجز. يحجز الاول مثلا؟ إيه لا مش ولا بتقدروا تتحكموا لو حتى في زحمه بيبقى فيه؟ لا الحمد لله الحمد لله. لا لو في عزومات ايدي لي لازم حد قبلها ب 12 ساعه ب 24 زي الاعياد ميلاد وكده. الاعداد. لكن لو انا مثلا خمس افراد ست افراد لا عادي. لا لا من تروحي على طول. اصدقائي احنا هنطلع فاصل وهنرجع تاني نكمل مع بدوية ونكمل أكلنا ونشوف الدنيا ماشية ازاي. عبير كل سنة وانت طيب. وانت طيب وانا اتشرفت بيكو. اوعوا تاكلوا من غيري. لا 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 هجيلكوا بعد الحلقة. أصدقائي نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. وعايز اقول لكل اصدقائنا اللي بيبعتوا لنا صور يبعتوا لنا صور على الواتس، يبعتوا لنا صور جيدة علشان نفرح بصور اطفالنا وصورنا مع بعض. هنطلع فاصل ونرجع تاني، انتظرونا. باي.